جورج سعادي هو نموذج للكتابة المثالي. عصامي شق طريقه بإيده، كان يحب شطين، يعني إذا هيك حكيت الدكتور جورج الله يرحمه رأساً يوصل لشطين. لا تقدر تتفاهم أو تتعامل مع جورج سعادي، موضوع العلاقة الشخصية أساس. وصفت يومها الدكتور سعادي بأنه خصم شريف. الموت هو انتقال لا أكثر ولا أقل. أنا ما فيني أتصور أن جورج سعادي كان ممكن بظروف الحالية يقعد يتفرج على مصر. أنا بعتبر أنه هالمشعل لازم يتكمل، هالخط الانفتاحي والاعتدال هو الخلاص للبنان. رجل الكلمة لا يختصر بكلمات، وعاشق الله والوطن والعائلة لا يكرم بسطور.